في اول يوم في الشغل اتسالت اصعب سؤال ممكن يساله حد في بدايه حياته المهنيه كلها، بتقري وبتقري لمين؟ السؤالين ورا بعض كانوا كفايه جدا انهم يربكوني، لكن على الاقل حاولت اجاوب. فلما قلت بقرا لمين، اللي سالني ما اكتفاش بكده، فضل يسالني في تفاصيل الحاجات اللي انا بقراها عشان يتاكد انا بكذب ولا لا. من اليوم ده اتحددت حاجات كتير جدا في حياتي المهنيه، بس لانه في اول يوم في الشغل كان في سؤال مختلف وكان في اجابه سطرت وعدت على خير. شغل عالي شغل عالي شغل عالي شغل عالي. مرحب في شغل عالي، البرنامج المصري اللي بيتكلم عن الشغل وبيئة العمل وكل تفاصيلنا الخاصة جدا. الشغل اللي بيمثل تلت حياتنا، في كل مرة هنختار شغلانة، وظيفة محددة، وهنتقابل مع واحد من كبارات الشغلانة دي، ونعرف كمان إيه أشهر 10 كدبات بيكذبها أحيانا الشخص اللي بيشتغل في الشغلانة دي، ونكتشف إن في حياته تحديات كتير ما كناش نعرف عنها حاجة. ولأن عينينا طول الوقت على المستقبل، هنروح ونشوف كمان مستقبل الشغلانة. شغل عالي شغل عالي. نعم ربنا علينا كتيرة، ولو سألت أي حد إيه هي أكبر نعمة ربنا ادهالك هيقولك وبدون تردد الصحة. علشان كده ربنا بعت لنا ملايكة في صورة بشر، مهمتهم الحفاظ على دوام نعمة الصحة بالعلاج والتوعية. وجود الطبيب في أي مكان بيدينا الاطمئنان، لأنك عارف إن لو حصل لك حاجة لا قدر الله هتلاقي اللي يساعدك. قصة حصلت سنة 1995، سيدة تعرضت لإعياء شديد داخل طيارة متجهة من هونغ كونغ للندن، وحست إنها مش قادرة تاخد نفسها. ركاب اتفزعوا وبدأوا يسألوها عن تاريخها الصحي، لحد ما السيدة باولا ديكسون جاوبت على سؤال مهم من شخص أهم: إيه اللي حصل لك قبل ما تركب الطيارة؟ جاوبت ببساطة إن في موتوسيكل خبطها وهي رايحة المطار، بس قالت إنها قامت زي الفل وكملت طريقها. إلا إنه الشخص اللي سألها السؤال ده شافها حادثة مش بسيطة خالص، شخص حالة ديكسون إنها انهيار تام في الرئة، ولو ما عملتش عملية دلوقتي ممكن تفقد حياتها. الطبيب أخد شنطة الطوارئ ومعاها سكينة وشوكة وعلقت جواكت، واستخدم قسطرة بولية علشان يخلي الست تتنفس من خلالها. وصلت الطيارة لندن والعملية تمت بنجاح. الست ديكسون كانت هتبقى في ذمة الله لولا وجود الطبيب أنجوس والاس. الحقيقة هي قصة بتعلمنا أهمية الطبيب في حياتنا، علشان كده اسمهم ملايكة الرحمة. شغل عالي شغل عالي. بالنسبة لي أنا شخصياً كان واحد من أهم أيام حياتي المهنية أول يوم في الشغل. في اليوم ده لأني اتسألت شوية أسئلة عن القراية، واللي بيسألني فضل يسأل في تفاصيل الكتب حتى عشان يتأكد أني قريت فعلاً. وعلى هذه الإجابة هو وداني لقسم كان نفسي أدخله، وكان صعب قوي أن يدخله حد لسه خريج جديد وما بيعرفش حاجة خالص في الشغلانة اللي هي أصلاً علمية وملهاش دعوة أبداً بالقراية. وأنا مش بحكي القصة دي عشان أقولك قد إيه القراية عظيمة وأن فوائدها لا حصر لها وتتخطى حدود خيالنا أحياناً، لكن بحكيها عشان أقولك أنه غالباً أهم أيام في حياتك المهنية لازم تخلي بالك منهم قوي. واحد منهم طبعاً هو أول يوم في الشغل، لكن أولهم يوم الانترفيو، وده ليه وقته نتكلم عنه بعدين. لكن أول يوم في الشغل واليوم التالت طبعاً، يوم اللي احنا كلنا بنسميه يوم الفرصة، ما نعرفوش بس بنفضل نحاول نبقى جاهزين كده لما تيجي الفرصة الكبيرة اللي هتغير حياتنا كل واحد بقى بأي شكل من الأشكال. لكن إذا افترضنا إنك عديت اليوم الأول بنجاح، وإذا افترضنا إن اليوم التالت ده ملناش دعوة بيه، يجي وقت ما يجي وإحنا هنبقى جاهزين له. فأول يوم في الشغل حاجة في إيدينا وفرصة عظيمة ولذيذة جداً إننا نعمل أحسن ما عندنا. زي ما بيقولوا الانطباع الأول دايماً بيدوم. لو حد قالك إن أول يوم في الشغل ده يوم عادي زيه زي غيره ما تصدقوش أبداً.
اللي ممكن يحصل أول يوم ممكن يوفر عليك مجهود شهور طويلة في إنك تقنع الناس بإنك كويس، تقنع الناس بإنك قد المسؤولية، أو تقنع الناس بإنك مكسب مثلاً للمكان. فبأي حال من الأحوال تعالوا نفكر كده في شوية حاجات ينفع نخلي بالنا منها في أول يوم شغل. أول حاجة لازم يعني نتخيل إن إحنا نبقى جاهزين نفسياً، على الأقل يعني صحيين بدري وواصلين في معادنا، على الأقل 5% من الانطباع الأول إن أنا شخص إيه؟ ملتزم. دي حاجة حلوة وشياكة كده في أول يوم. مفيش حد أبداً هيقبل منك أعذار تأخير أو كوبري أو دائري في أول يوم شغل، انسى. هتبقى على طول انطباعات وصور، في ناس هنا بصت لبعض على طول هتبقى انطباعات، لا ده مش داريان، ده الجيل كله رايح، أي كلام هيتقال عليك. وطبعاً وأنا رايح الشغل أول يوم أكيد مش لازم ألبس لبس العيد المزركش ولا الألوان الصارخة الفظيعة المزعجة اللي على ذوقي أنا وعجباني أنا. بيقولوا كده أن أنا لازم ألبس بطريقة محايدة جداً عشان ما أقفلش حد مني أو يقول ده ذوقه وحش أو شكله وحش أو أياً كان. اهتم بمظهرك، مهم جداً نهتم بمظهرنا في أول يوم شغل، وعموماً مهم جداً نهتم بمظهرنا. واللي يقولك غير كده واللي يقولك المظاهر مش كل حاجة أقوله لأ، في الشغل هي نص الشطارة، أحياناً بتبقى مهمة قوي قوي. إحنا كده خلصنا 10% من المهمة. فأول يوم شغل في الغالب اللي جاي جديد بيبقى مكسوف وخايف ومش عايز يكلم حد، صح؟ لا بتبقيش مكسوفة؟ بتعملي إيه أول يوم شغل؟ أنا كنت معاهم فرفوشة فالاجتماعي ده هيكسب شوية في أول يوم شغل إذا سأل كتير، بس مش أسئلة فضولية من نوع مين خاطب مين أو مين صاحب الشركة بيكسب كام، بلاش الأسئلة دي في أول يوم أرجوكم، إحنا كلنا بنسألها بس ملناش دعوة بيها. لكن اسأل حتى أراك، دي قاعدة ذهبية، يعني نوع الأسئلة اللي إحنا بنسألها بتحدد بشكل كبير إحنا دماغنا فيها إيه. فلو سألت من فضلك علمني أعمل كذا إزاي، من فضلك قولي دوري بشكل محدد، من فضلك فهمني حاجات ليها دعوة بالشغل تقنياً، دي أسئلة عظيمة وبتدي انطباع عظيم. مش أسئلة من نوع بتروحوا الساعة كام والبريك إمتى وبتاخدوا أجازات كام يوم في السنة. أرجوكم، أعتقد أنه في حاجة كمان بتحصل أول يوم في الشغل دايماً في كل شغلين. زمايلنا هنا مثلاً في فريق التصوير هيبقوا عارفينها، أنه اللي بيدخل جديد على أي مجال بيبقى مادة خام للتنمر، فطول الوقت ممكن يتنمروا عليه، مش يتنمروا يعني بالمعنى الوحش، بس يقولوا له حاجات مش حقيقيه ويجربوا يشوفوا رد الفعل. فاول يوم في الشغل احذر من حاجه اسمها الوعود الكاذبه، يعني في حد هيقول لك انه اسمع كلامي بس وانا هخليك نجم في الشركه دي في سنتين، اسمع خليك معايا بس واحنا هنعمل اعظم مشروع. لو وفرت على نفسك انك تصدق كل القصص الخياليه اللي بتتقال لك في اول مشوارك وحسبت كل حاجة بالعقل زي ما بنعمل دايماً، ممكن يفرق معاك كتير. وبيقولوا برضو إنه في أول يوم في الشغل لازم تعمل نفسك من دول بتوع أنا أرى وأسمع وإيه كمان؟ ولا أتكلم، خليني ساكت بقى عشان هتكلم هغلط أو هتكلم عن حد بشكل سلبي هيعمل برضو انطباع سلبي، لأنه في ناس برضو بتعمل شوية كلام من نوع أصل مديري اللي فات ده كان، فأنا بجامل الجديد يعني، هو هيخاف منك قوي وهيقول إنك لما تمشي من عنده هتقول عليه كذا وكذا وكذا. وما تقولش مثلا أصل إحنا في الشركة اللي فاتت دي كانت كذا، أنتوا عارفين التبرعات دي؟ إحنا نحب نعمل كده عشان نجود ونحسس الجديد إن إحنا يعني مهتمين بيه، بس الحقيقة إن دي من أسوأ الجمل اللي الناس بتقولها في أول يوم شغل. في أول يوم شغل انطباعات كتير قوي بتتكون عننا، وفي أول يوم شغل فرص كتير ممكن تتفتح، وما تصدقش اللي يقولك قدامك 3 شهور تثبت نفسك. أنت بتثبت نفسك غالباً في أول 3 ساعات، والثلاث شهور بتطلع قماش عشان تكمل في المكان. هاخدكم دلوقتي ونروح نقابل واحد من كبارات مهنة الطب في مصر. عالم العلماء، دي مش مبالغة لتقديم ضيفنا الكريم النهاردة، لكن ده اسم وواحد من الألقاب الكتيرة اللي أطلقت عليه. هو عالم مصري صاحب بصمة في تاريخ الطب، الدكتور رشاد برسوم.
دكتور رشاد قيمة متفردة ومضافة إلى تاريخ العلم وأمراض الكلى في العالم كله مش في مصر فقط. إسهاماته العلمية، مؤلفاته في الطب، وفرص التعلم اللي منحها لآلاف من الأطباء تحولت إلى رصيد كبير من التقدير على المستوى العالمي والمحلي. ابن أسيوط، أستاذ الأمراض الباطنة ورئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى ومؤسس طب الكلى في إفريقيا ورمز مصري عالمي في علاج أمراض الكلى، الحاصل على عدد مهول من الجوائز واللي بيعتبر أنه جائزة النيل هي الأقرب لقلبه. دكتور رشاد، في البداية عايز أشكر حضرتك على أنك سمحت لنا بالفرصة الحلوة دي وعلى استضافتنا. أنا اللي بشكركم، شرفتوني. بعد الاستضافة الحلوة عايز أشكر حضرتك على اللي احنا بنسميه في بعض الرموز اللي مش هما بس إضافة في المجال العلمي، لكن هما إضافة وقيمة في كل المجالات اللي لمستها أيديهم. يعني في حاجة كده احنا بنسميها في الأدب يعني إنجاز العمر. عايز أذكر حضرتك عليه وعايز أبتدي أسئلتي منه. يعني النهاردة حضرتك بتبص على مشوار طويل ورحلة طويلة في الطب والتعليم والإنسانية، يعني إسهام كبير. شايف أنه أكتر حاجة ينفع تحطها كعنوان لرحلة دكتور رشاد برسوم ينفع تلخصها لنا؟ التعليم. التعليم؟ من صغري ومثلي الأعلى مدرس. ومن ساعة كنت في ابتدائي وكنت أبص للمدرسين بتوعي اللي في ابتدائي وإعدادي وثانوي إنهم قيمة رهيبة، والحقيقة كانوا كده. يعني وإحنا في ثانوي عملوا لنا حاجة اسمها هوايات. أنا اخترت الكهرباء من بحب قوي قوي الكهرباء، السلوك واللمبة والترانزستور والكلام ده من صغري. جابوا لي أستاذ الطبيعة وبقيت أنا وهو فقط. نيجي في حصة الهوايات دي يجي ياخدني على لابوراتوري صغير كده ويوريني بقى يعني ايه ترانزستور ويعني ايه سلك الموجب والسالب ويعني ايه نعمل جرس ويرن بجد ويخليني اركبه ودوس عليه يرن. وانبسط جدا جابت قماش وبتاع. فالمهم يعني الراجل ده لا يمكن انساله دي، لان في الاخر طورت معرفتي في الكهرباء لغايه ما مثلا السيكوريتي سيستم بتاع البيت ده كله انا عامله بايدي رسما وتنفيذا لحد النهارده. يعني مش هوايه طفوله بس، لا لا لا، انا كملت فيها طول عمري. عندي ورشه في المستشفى، ورشه فيري اب تو ديت، وعندي ورشه في البيت هنا. ايه ده؟ بحيث دي هي الاقرب لها لما اكون تعبان اقعد العب في الورشه. وبعدين بقى رسمت، صممت جهاز كلى صناعيه. انا اشتغلت في الكلى، كان صعب قوي تجيبي جهاز كلى صناعيه تستورديه والعيانين محتاجينه. فقعدت في الورشه وطلعت جهاز كلى صناعيه واستعملته. عملت فور جنريشنز، حطيت واحد في القصر العيني وكنت انا النايم. جهاز ايه دكتور؟ كلى صناعيه يعمل غسيل. وده اللي حضرتك بتسميه هوايه؟ ما يعني اصلا مدام عارفه بتشتغل ازاي وعندك الهوايه وعارفه السلوك تتوصل ازاي. عملته اكشوالي الجهاز الكلى اللي انا عملته ده. ادوني ميداليه وتكريم في مؤتمر الهندسه الطبيه الحيويه الدولي الاول في القاهره. ده كان في السبعينات. كان في السبعينات. يعني حضرتك كان عمرك حاجه و30 سنه. كنت صغير. شاب صغير عمل صغير. جهاز غسيل كلى. دي معجزه يعني، دي في وقتها كانت حاجه كبيره مغيره. هم ادوني ميداليه فيبدو انهم انبسطوا. ويبدو انها دي كانت اول جائزه حضرتك تحصل عليها. دي اول حاجه اخدها في العالم. دكتور، بذكر الجوائز، مشوار حضرتك في جوائز كتير جدا، يعني اللي نقدر نوصل له من معلومات جمعية دولية للكلى، جائزة دولة التقديرية، جائزة النيل، جوائز عالمية، كل المشوار اللي مليان جوائز، بس حضرتك في واحدة منهم كده غالية على قلبك قوي، مش كده؟ بدون شك النيل. جائزة النيل. اولا خدتها في بلدي في مصر. بين أهلي وصحابي وتلامذتي وزملائي. ليها وقع عظيم، لأن البروسيس بتاع اختيار جائزة النيل الحقيقة عادل جداً، عشان الناس اللي صمموها من الأول كانوا بيسموها المسطرة طول الوقت، المسطرة اللي هنقيس بيها.
ويبقى في حوار كتير قوي على الحتة دي في المسطرة ازاي تبقى دقيقة وازاي ما بقاش فيها اي بايس. حضرتك دلوقتي واحد من المحكمين في جائزة النيل مش كده؟ دكتور رشاد حصل على جائزة النيل في 2015 خدتها في 2015. اما بقى بعد كده عملوا روسكو روبنسون اللي هي بتاعت دي كانت اللي بيسموها خطأ هنا في مصر عالم علماء العالم. ما فيش حاجة اسمها عالم علماء هي العالم. مش خطأ هي ده تسمية مستحقة أطلاقا أنا ما فيش حاجة كل ما بقرأ عن الجائزة دي اكتب جائزة كتبوا عليها كده ومشيت كده وأنا محرج جدا من الجملة دي يعني. عالم علماء العالم لأنه لأن هي جائزة تقديرية لإسهامات عالمية ما هي للتعليم. في التعليم مش كده؟ دي مخصوصة للتعليم. ما جاش لحضرتك واللي بيحصل مع كل الدكاترة إغراء السفر النجاح بره لأنه ما هياش عيب أننا نقول أنه ده واقع. سكة النجاح أحياناً في الخارج أوضح وأسهل وأسرع. ما جاش لحضرتك الإحساس ده في بدايات حياتك خصوصاً أنه طبيب شاب مبتكر مقدر من بداية مسيرتك؟ حسيتش أنك عايز تسافر؟ الحكاية دي طبعاً تعرضت عليا يعني أني كنت في أمريكا وكنت في إنجلترا وكنت يعني في مرحلة كنت بروح بعثات وارجع وأتعلم كان بيقولوا اقعد. كان ليا اهلي هنا وكنت مرتبط بيهم قوي وكنت حاسس ان نوع من التنكر ليهم ان اسيبهم لوحدهم عشان انا عندي فرصه نجاح اكبر بره. وكنت مقتنع من صغري ان فائدتك الحقيقيه مش نجاحك الشخصي، فائدتك الحقيقيه ايه البصمه اللي بتحطيها في المجتمع بتاعك، دي الفائده النهائيه الفاينل اناليسيس. وانا حسيت انه عندي حته التعليم دي جوايا قوي. وقلت طيب ما هو الواحد لو رجع مصر بهذه الباشن ان اعلم ناس اكتر كتير من ان انا ابقى نمره واحد في العالم في اي حاجه، مش مهمه قوي. يقولوا كده ان الطب مهنه بتجمد القلب، اللي انا شايفاه العكس تماما. أنا شايفة حد نموذج إنساني راقي وكل كلام حضرتك عن المشاعر والعلاقات إزاي الواحد يوزنها كده؟ إزاي الواحد يخرج من برا فكرة إنه اعتياد العمليات والدم أو الناس والأخبار الصعبة؟ حضرتك كمان بتشتغل في تخصص دقيق وصعب وكل مريض بيجي لحضرتك جاي وهو متألم، إزاي قدرت تتخطى كل اعتياد انه اوجاع الناس ده؟ بحب العيانين. بحبهم فعلا. يعني انا اسوأ الاخبار ممكن اقولها للعيان بالراحه 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 لغايه ما توصلي ليه. العلم في علاج العيانين كان 12 في اللانست. كم في المية من معلومات الطبيب بيستعملها وبيعالج عيانه؟ كام؟ 10% بس. وما يكون عبقري الدكتور ده ما حصلش بقى وبيجي له حالات صعبه قوي وايه يمكن يقدر يوصل ل 30% من علمه، من العلم اللي عنده بيستعمل 30%. اذا مش عايزه واحد شاطر قوي، عايزه واحد يعرف يتكلم مع العيانين ويعرف يمسك ايدهم ويشدهم عشان يبقوا في مركب واحده. عايز اسال حضرتك عن الاسهامات العلميه لدكتور رشاد برسوم لانه واضح جدا انه التعليم اولويه، فحضرتك اديت وقت كتير جدا انك تقدم ميراث علمي يعني للطب عموما وكتب اسهامات. يعني عدد الاصدارات انا بحاول احفظ عدد الاصدارات الدوريه 216 8 216 دول كل اللي كتبته منهم حوالي 100 منشورين دوليا وال116 الباقيين يا اما في مصر او في الاقليم في الشرق الاوسط وافريقيا والحتت دي. ال 38 شابتر او 38 50 شابتر في 38 كتاب. بس من الحاجات القريبه لقلب حضرتك كتاباتك في الانسايكلوبيديا مثلا العربيه. يعني ايه اقرب اصدارات لقلبك على المشوار الطويل او الرحله الطويله دي؟ التو انسايكلوبيديز طبعا حلو قوي ان واحد يدعوه يكتب في انسايكلوبيديا. خلاص مستعدة تقفي هو شغل. حضرتك اصلا موسوعه يعني فتكتب في الموسوعه ده شيء متوقع. فالاثنين دول حلوين قوي. هيومن بيولوجي والموسوعه العربيه الطبيه. الثاني بعد كده الكتاب او المرجعيه الاونلاين مش مطبوعه. اسمها اب تو ديت، دي فيها معظم التخصصات ابتدت كلى عشان كده انا دخلت فيها. لكن بعد كده بقى فيها امراض نساء، فيها بطنه، فيها عيون، فيها العجله. دي
اب تو ديت يعني اب تو ديت يعني الشابتر بيتجدد بانتظام كل ما يطلع حاجه جديده او غيره، والمؤلف بتاعه هو المؤلف وحضرتك مسؤول انك تكتب كل ما هو جديد فيه بحيث ده مرجعيه لاي حد عايز يعرف النهارده المرض الفلاني بيتعالج ازاي. حتى الامراض المنتشره قوي الواحد ايده واخده على روشته معينه للمرض ده. طول ما حضرتك بتتكلم انا شايفه مش بس عالم كبير، عالم علماء العالم زي ما توصف لكن شايفه انسان كبير. وبما ان الشمس حلوه كده عندكم بره فممكن تسمح لنا نقعد شويه في الشمس كده نتكلم عن جانب انساني في حياه دكتور رشاد برسوم. دكتور، في شويه حاجات كده او جوانب في شخصيه الدكتور رشاد برسوم، خليني او اسمح لي كده اسالك عن الرحله والمشوار والسند. احكي لي عن دكتور منى، رحلتكم مع بعض ايه اكتر علامات مميزه غير ان هي غششتنا يعني قبل ما نصور انه حضرتك شجعتها جدا على الدكتوراه؟ منى كانت طالبه في كليه الطب في سنه 5 وانا كنت يا معيد في الغالب كنت معيد او مدرس جديد يعني. فمنى تيجي طبعا منى حلوه، هي حلوه امور لحد دلوقتي لكن المشكله حصلت لما مره ابتديت المحاضره وهي مش موجوده وانا قلقان هي فين، ما جاتش ليه بدور على منى. وبعدين وصلت هي واثنين اصحابها، فوجئت اني ببتدي المحاضره من الاول. فضيحه يعني حد يعمل كده؟ طب خبي شوي مش تقول من الاول خالص كده. المهم يعني شوية شوية تيجي تسأل سؤال زي ما الطلبة بعد المحاضرة يسألوا، فأطول الشرح ليها أكتر أتوصى بالشرح لغاية ما يعني اتعرفنا كويس، وقلت لها أنا عايزة أعرفك أكتر وعايزة أخطبك عشان نقدر نبقى. الدكاترة بقى معروف أنهم بيتجوزوا متأخر جدا. لا أنا كنت صغير. حضرتك اتجوزت بدري؟ 28. إحنا اتجوزنا عن قصة حب حلوة وخلفنا ثلاث بنات أمارات، دكتورة نهى، دكتورة نادين وميراي. نوع نادين وميراي ثلاث دكاترة، الثلاثة اللي ورثوا مهنة الأب واشتغلوا معاه بقى وكملوا المسيرة. ده ما حصلش خالص. اشمعنى؟ يعني ما كانش في حتة أنانية، لا خليكوا معايا، لا كملوا الصرح الكبير اللي أنا بنيته. حضرتك قلتي الكلمة الكي في الموضوع ده، الأنانية. إنه منى من أول ما العيال دول كانوا قد كده قالت لي عايزين نتفق اتفاق مهم قوي، تحقيق احلام الاباء مش لازم نحققه لهم في حياتهم ولادهم. لا ولا ولادهم، مش دعوه يعني. انت مبسوط وتصورك ان دول هيبقوا كلهم دكاتره وكلهم كلى وكلهم حاجه زي كده، ده نظره شخصيه للغايه لو انت تمسكت بيها تبقى اسمها انانيه. فلازم احنا نكتشف ايه في العيال دول اللي يحبوه هم مش احنا، واللي يختاروهم وهم نساعدهم على اي اختيار يعملوه. ايه اكتر حاجه شايف حضرتك انه بنات دكتور رشاد اخدوها منك قوي؟ الحته دي اخدوها مني. ايه هي؟ كواليفيكيشن والدبس. ما بياخدوش حاجه، حب التعليم يعني، وانه يخشوا لعمق المعرفه اكتر شويه من المحتاجاه للممارسه. ودايما لازم الواحد يعرف انه وحضرتك تنصح بده انه كل واحد في تخصصه يبقى يعرف اكتر شويه من اللي محتاجه للممارسه العاديه. ده عنوان يبقى عندك بنك من المعرفه تستعملي جزء منه، لكن لو احتجتي اكتر يبقى عشان في تشالنج موجود او اتليست موجود في الذاكره ان انا اقدر اعرف المعلومه دي لاني كنت قريتها مره. فكلهم خدوا دي، كلهم على الاطلاق. دكتور، ما ينفعش ابقى مع دكتور رشاد برسوم انا مستمتعه بحوار انساني على المستوى الاول من غير ما اسال حضرتك. حضرتك قلت كام جمله كده عماله بترجمهم في بالي، انه الدور، المسيره، التعليم. في حاجه كبيره في مصر انا عارفه ان حضرتك كنت جزء منها على مدار سنين فاتت، وهي تنظيم زراعه الاعضاء. وهو انا عارفه انه هم عند كل الاساتذه الكبار اللي بيعيشوا مع المرضى معاناتهم. احنا فين واحنا متعطرين ليه، خصوصا واحنا بنتكلم عن قانون لتنظيم زراعه الاعضاء بقاله اكتر من 10 سنين لحد دلوقتي؟ زمان كان القصر العيني اللي ياخد منه بكالوريوس يروح اي حته في العالم معترف بيه.
وبالتدريج ساءت الأحوال لدرجة أن اللي معاه بكالوريوس قصر عيني لازم يمتحن من جديد لو رايح أي دولة تانية عشان يعترفوا بيه. فكنا في لجنة القطاع قلنا لا إحنا هنرجع للقصر عيني هبته. فقلنا طريقة التعليم لازم تتغير إزاي وطريقة الامتحانات لازم تتغير إزاي. واللي يسعد قلبي النهاردة إن كل اللي قلناه دلوقتي بيتنفس. اتعمل امتحان مزاولة المهنة والعمال كنا بنقول لازم يبقى في حاجة اسمها البورد المصري اتعمل خلاص تعثر شوية لكن قام تاني. كنا بنقول لازم الأبحاث يبقى لها قانون أبحاث سريرية عشان البحث العلمي ما ينفعش تسمي جامعة انها بتدرس بس. الجامعة قيمتها في الأبحاث في البحث. وقانون تنظيم العمل بالمهن الطبية تم إقراره الشهر ده في المجلس النواب. لكن أنا عايز أسأل حضرتك عن القانون تنظيم تنظيم الأعضاء اللي هو الجزء الثاني من سؤال حضرتك. ده 2010 لأنه ده طول الوقت الأساتذة الكبار زي حضرتك اللي اللي بيشوفوا يوميا معاناة آلاف المرضى واحنا كمرضى او كناس متابعه عادي بنشوف احنا عندنا اهم اساتذه في جراحه في مصر تقدر تساعد فده ممكن ننقذ حياه الاف من البشر مش كده؟ طبعا. وفي قانون موجود لماذا لم يفعل طول السنين دي؟ انا اتعلمت زرع الاعضاء في انجلترا وبعدين في امريكا وكان كله من حديث الوفاه. فطبعا انا راجع مشبع بهذه الفكره واتكلمت مع زمايلي وغيره وطلع انه عشان ما كانش في قانون. فقلنا طيب نحاول نطلع قانون واتعمل القانون الاولاني 2010 وكان كويس. طيب نطبقه. ايه اللي معطل تنفيذه؟ نطبقه قبول الناس لانه في واحد لازم يقول لك ان انا موافق ان اديكي عضو كبد او يعني رقم أو واحد لازم الشخص في حياته يقبل. يوصي بانه بيتبرع باعضائه بعد هو الوفاة. هو في العالم نوعين من دول زي فرنسا بتقول انه ده presumed consent يعتبر انه طالما انت راجل فرنساوي او ست فرنسويه فانت موافق على التبرع الا لو قلت مش عايز. او النوع الثاني اللي هو منتشر اكتر في العالم اللي هو انك تعلن انك انت تحب بارادتك الحره فيتحطوا لك علامه او ستيتمنت او غيره في الرخصه او في البطاقه وده الاوبت ان. القانون موجود. القانون موجود ومعدل سنه 2018 وزاره الصحه ومستشفياتنا جاهزه لتطبيق ده. ايوه. بحسب كلام حضرتك اللي باقي على انه مصر تقدر تنقذ حياه الاف من المرضى هو بس قبول الرأي العام؟ أيوة. دي مسؤولية كبيرة علينا. أيوة هي الإعلام. اللجنة العليا لزراعة الأعضاء حاليا بعد ما الرئيس قال يدوا أولوية مهمة للفشل الكلوي فبقى الاجتماعات قوية جدا في الوقت وموجهة معظمها للتنظيم الحتة. وكل اللي حضرتك بتقوله ده خطوات تنفيذية خالص وعارفينها يعني ممكنة بس تعيين ومش بنخترع العجلة. أيوة كده. دكتور عندنا تقليد كده في البرنامج انه بنسال حضرتك في الختام سؤال تعريفات لانه الامور من وجهه نظر المتخصصين تختلف عن الراي العام فيها كده. فانا عايز اسال بقى حضرتك عن رايك في حاجات سريعه. هبتدي بالطب. تكييف العلم بالمفهوم الانساني. العلاقه بين المريض والطبيب. حب. التعليم. رساله. الهوايه. هوايه. الهواية المهرب من ضغوط الحياة لشيء له مكان في القلب أكتر ما في المخ. الوطن. الوطن معنى وقيمة ووجدان ساكن جوه قلب الواحد. دكتور رشاد بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى الكلام اللي أنا شخصيا ده واحد من أمتع الحوارات اللي عملتها على مدار حلقات كتير. بشكرك جدا يا دكتور. أنا الحقيقة بشكرك وإذا كنت بتقولي إن ده من أمتع الحوارات فهو بالنسبة لي من أمتع الحوارات أيضا لأن الحوار ده كان بين اتنين فحضرتك يا دكتورة دينا. شكرا يا دكتور. من أعظم من شفتهم في الحوارات. لا العفو. لأنك فعلا مهتمة باللي بيتقال وده فن عظيم وغريب على صيدلانيه. العفو. ان في الاخر تنجح كل هذا النجاح في الاعلام. لا احنا عاوزينكم تبقوا مبسوطين من الاعلام بس يا دكتور. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي ليكي. ميرسي قوي.
ولأننا دايماً نقول كل المهن عظيمة وكل الوظائف مهمة وكل الشغلانات كويسة، إلا أنه الطب يفضل صاحب مكانة خاصة، حاجة كده لأنه ليه دعوة بسلامة الناس اللي بنحبهم، حاجة كده لأنه ليه دعوة بتبدل الحال، وأنه كأنه ربنا أحياناً يقصد يبعت معجزات شفاء على أيدين ناس اسمهم دكاترة. لكن على كل حال لن يسلموا من أننا نكشف شوية أسرار في الشغلانة دي، وأنه أحياناً بعض الدكاترة بتكتب علينا بشوية حاجات. والكتبة الأولى اللي غالباً الدكتور ممكن يقولها لك لو قالك أن علاج زميله ده هايل وممتاز وأنه يمشي عليه، هو من جواه هيبقى شايف لا طبعاً كان المفروض يكتب حاجة تانية، بس هو بيحاول يقولك الصورة المثالية. الكتبة الثانية، لأجل الأمانة العلمية الدكتور لازم يقعد يوصيك كتير جداً إنك ما تجيبش بديل، خلي بالك ما تخليش الصيدلي يديك بديل، وده ملخص الصراع القديم الأزلي ما بين الدكتور والصيدلي اللي مش عارفين هيخلص إمتى. الكتبة الثالثة، لو قالك المريض ده مفهوش حاجة بتدل عليكوا شوية، فالكلمة دي تبدو إنها جميلة وحلوة وبتطمن، لكن في الأغلب إحنا بنخاف أكتر وبنحب ناخد رأي تاني لأننا بنحس كده كأنه معرفش يشخص المرض. الكذبة الرابعة، الدكتور عشان يطمنك بيقرر إنه يعمل حاجة هو مش عايز يعملها، هو بيقرر يديلك أحياناً لو الحالة صعبة رقم تليفونه الخاص عشان تقدر توصله في حالة إيه؟ الطوارئ، مش كده؟ إحنا بقى بنسيبه في حاله؟ إحنا بنكلمه كل 5 دقايق، ومامة حمادة ممكن تكلمه الساعة 5 الصبح تقول له حمادة كح 3 مرات، فهو بيبقى بيديلك رقم تليفونه وهو متضايق جداً وأصلاً قلقان جداً لحسن تتصل، ويفضل يعني لو ادالك رقم غلط، هو مش عايز بس هو ضميره المهني بس ساعات بيوجعه شويه. الكذبه الخامسه، حاجتين ما تصدقهمش ابدا. ساعات بيقولوا لنا كده الارصاد ما تصدقهاش، بس بقوا شاطرين اليومين دول، وما تصدقش ابدا ان الدكتور هيوصل العياده في ميعاده. الكذبه السادسه، لو رحت العياده وقالوا لك الدكتور دايما لو كان مسافر بيقولوا لك ايه؟ في مؤتمر طبي. أنا في دكاترة بعدلهم عدد المؤتمرات الطبية في السنة، مستحيل مفيش حد بيروح 75 مؤتمر طبي، فمش كل مرة يسيب العيادة يقول لنا إن هو في مؤتمر طبي، ممكن يقول راح يصيف عادي من حقه. الكذبة السابعة، لأن الطب عندنا في مصر فيه تفاصيل كتير، ومن ضمنها إن المريض بيحاول يتعامل مع الدكتور إنه مفتوح كشكول كده، يعني بيفهم في كل التخصصات، فالدكتور أحياناً ساعات يجريك، تسأله جراحة يجاوبك، تسأله بطنة يجاوبك، تسأله أنف وأذن يجاوبك، ما هو متعود إن أنت واثق فيه للآخر. الكذبة التامنة بقى، لو الدكتور قالك تعالى لي في المستشفى العام الصبح، الصبح ده إمتى؟ متعرفش. المستشفى العام بيروح أصلاً ولا لأ؟ مش من حقك تعرف، هو نيته إنك تجيله في المستشفى العام. الكذبة التاسعة، كلمة شامل، لو أنت هتعمل عملية فيقولك العملية دي بكذا أيًا كان الرقم، الرقم ده شامل كل حاجة، ولما بتروح المستشفى بتتفاجئ إنه مش شامل حاجة غير أجر الدكتور غالبًا، لكن هي شامل دي كلمة لطيفة كده عشان تطمنك وتهدي الرقم شوية. وأخيرًا، لو دخلت مستشفى الصبح وسألت على الدكتور، لو قلت له كده وأنت زعلان أنت الدكتور؟ لا مش أنا، لأنه حاسس ومترقب لحسن تكون في حادثة جاية، ولا في حد داخل يضرب، ولا حد زعلان علشان حد قريبه مات، أيًا كان الدكتور لازم يعرف نيتك قبل ما يجاوبك على السؤال ده، أنا ولا مش أنا؟ ودي أكيد نص الحقيقة، لأنه أكيد في تحديات كتير جداً في مهنة الدكتور، تعالوا نشوف. شغل عالي شغل عالي. ولأن مهنة الدكتور واحدة من المهن اللي إحنا كده بالفطرة بنثق فيهم، بنحبهم وبنقدرهم، يمكن لارتباط المهنة دي بأنه خفف حد عزيز عليا، أنه صدقوني يعني ربنا بيعمل معجزاته في الناس من خلال مهنة الدكتور، فعشان كده إحنا بنحبهم بزيادة. لكن كمان لازم نعرف أنه حياتهم صعبة ومليانة تحديات. خليني أبتدي من أول، مع أنه الشخص ده كل حياته دراسة بمعنى الكلمة، ما عندوش رفاهية أن أنا مسافر دلوقتي مع أصحابي أو إن أنا في أي وقت أقدر أعمل أي حاجة، هو من ساعة ما اتولد ودخل المدرسة وحظه الوحش خلاه يجيب مجموع كبير فدخل كلية طب، فكمل حياته طول الوقت بيدرس، وإلا هيخرج بره سباق الطب اللي كل يوم في حاجات بتتغير. التحدي التاني، إحنا لما بنروح عيادة الدكتور
والدكتور ده مثلا يبقى كشفه غالي شويه، بنعمل ايه؟ بنركز في ايه يعني واحنا قاعدين مستنيين بره؟ بنقر عليه. مين قال بنقر عليه؟ ايوه بنعمل ايه؟ بنحسب اشرار، كلنا اشرار بنفس الطريقه. احنا بنقعد نعد صح؟ نقعد نقول ايه؟ 200 400 600 مش نعمل كده؟ ده تحدي رهيب. الراجل ده طول النهار في ناس بتقر عليه، والحقيقه ان الحسبه دي اصلا غلط. احنا ما ينفعش نعد له هو خد كام دلوقتي، لانه على مدار سنين حياته هو تعب قد ايه، وبالتالي هو يستاهل اكتر من كده اكيد. هي واحده من المهن اللي هو بيبتدي يكسب فلوس متاخر قوي في حياته، فسيبهم في حالهم شويه. التحدي الثالث، شخص كده متخرج من الكليه ومفتخر بنفسه، وكل الناس بتقول الدكتور جه والدكتور راح، اول شغلانه او اول وظيفه ليه تفتكروا بتبقى فين؟ في مستشفى حلوه وعظيمه، في حدود البلاد بقى، ده لسه متخرج نوديه اي حته. فهو حياته الاسريه غالبا بتبتدي في سن متاخر جدا جدا بعد ما يخلص اللفه الطويله دي. التحدي الرابع هو المسمى الوظيفي. هو المسمى الوظيفي بتاعه دكتور، يعني المفروض ناخد منه فين؟ الاستشارات في العياده صح. طب بالذمة انت لو قابلت دكتور في المترو هتعمل ايه؟ مش هتقول له ظهري وجعني بقالي 3 ايام او كتفي اي حاجه. وبناخد استشارات لينا ولقرايبنا ولعيلتنا في اي وقت وفي كل مكان. التحدي الخامس، تحدي غريب جدا ويخص بيئتنا، وعشانه لازم نغير طريقتنا في التعامل مع الدكاتره، خصوصا هو مطلوب منه يعالج اي مريض بيجيله بغض النظر بقى عن الامكانيات. لو هو في مستشفى امكانياتها محدوده او امكانياتها كبيره، احنا شايفينه يقدر يعمل المستحيل. التحدي السادس بقى في حياه الدكتور، وهو لو هو دكتور كده عنده ضمير مهني ومش عايز يفتي، يعني هو مثلا دكتور اشعه، ازاي يقنع قرايبه واصحابه وحبايبه دول ان هو ما يقدرش يكتب لك روشتة، وان هو ما يقدرش يكتب لك علاج لركبتك؟ هو مش ده مش تخصصه، مش بتاعته، وهو مش عايز يعمل كده، بس انت بتضغط عليه جامد في الحته دي. التحدي السابع بقى انه في الوقت بقى دفعته، انتوا عارفين احنا بنحسب بعض بالدفعه بقى من بعد الجامعه، هو اولا اتاخر عن دفعته سنتين لان هو خلص في 6 سنين مش في 4. والحاجه الثانيه بقى زمايله اتخرجوا واتجوزوا واشتغلوا وبدات حياتهم، لكن هو لسه بقى حاليا نائب مثلا بيقبض 200 جنيه في اليوم، وال 200 جنيه دي بيتخصم منها شويه حاجات. تخيل يا صديقي المقارنه، عشان تفتكر بقى لما تعد عليه في العياده. التحدي الثامن بقى، ما حدش فينا يقدر يتخيل الضغط النفسي اللي بيحصل لدكتور مسؤول عن حياه مريض. طبعا الاعمار بيد الله، لكن هو حاسس ان هو مكلف ينقذ حياه الشخص ده، وكل ما الحاله بتبقى اصعب كل ما بتبقى المسؤوليه تضغط عليه اكتر. التحدي التاسع بقى انك ترجع تقنع اهل المريض اصلا ان الاعمار بيد الله، وانه مهما حاول هو ممكن ما يعرفش، والمريض ممكن يموت، والدكتور ما يتضربش، ما ينفعش. التحدي العاشر هو الملل، الزهق. في اسئله روتينيه بتتكرر للدكاتره كل يوم بنفس الطريقه وبنفس الاداء، لدرجه ان الدكتور ممكن يسمع لك الافيهات البايخه اللي احنا بنقولها. يعني لما يكتب لك دواء، السؤال التقليدي لمعظم الناس، بس يا دكتور هو هيكون في كورتيزون؟ عارفين السؤال؟ هو الدكتور عارف ان الكورتيزون ده من احسن العلاجات وان هو مش هيأثر عليك ومش هيعمل لك حاجه، لكن هو مضطر كل مره ياكد لك لا الدواء ده بالذات ما فيهوش كورتيزون، ويقنعك بنفس الطريقه. فرفقا بالدكاتره يا شباب من فضلكم. وعلى كل حال، كل الدكاتره في كل مكان مش زي بعض، واذا كان كل حياتنا تحديات فاكيد موزونه بحاجات تانية. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. شكري أسمر، رئيس قطاع مقدمي الخدمات فيزيتا، مسؤول تمكين شبكة عيادات فيزيتا عبر الحلول التكنولوجية، ساهم في تطوير خدمات الاستشارات عن بعد الموجهة للمرضى، مطور أعمال تكنولوجي في عدد من الشركات الدولية. شكري يا أسمر، بعيداً عن كونك الصديق العزيز، لكن النهاردة أنت موجود معنا بصفتك مقدم خدمة طبية مهمة جداً. أهلاً بيك يا دينا، سعادة ليا أن أنا أكون معك. لا أنا كمان عايز أسألك، إحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور،
وعن تحديات شغلته ومشاكلها الكتيرة. دايما بيبقى عندنا سؤال مهم ومتكرر جدا في الفقرة دي، مستقبل الشغلانة دي هيتغير ازاي بوجود التكنولوجيا؟ التكنولوجيا موجودة وفيزيتا موجودة لتسهيل رحلة العميل ان هو يوصل لمقدم الخدمة، ايا كان هو الدكتور، معمل التحاليل، معمل الأشعة، الصيدلية، وانه يسهل له الرحلة انه يوصل لأحسن مقدم خدمة بالنسبة له في المنطقة بتاعته، وفي نفس الوقت تسهيل رحلة مقدم الخدمة اللي هو الدكتور في حالتنا، انه يوصل انه يعرف معلومات عن العميل، انه يبقى سهل بالنسبة له يجدول المواعيد، انه يعرف العميل مطلوب منه ايه، انه يعمل الروشتة بتاعته ايه، او اللي مطلوب التحليل بتاعه ايه، انه المنصة الالكترونية او التكنولوجيا بتسهل العلاقة ما بين كل هذه الاطراف، العميل، مقدم الخدمة، هل هو في اكبر الحالات هو الدكتور، وبعدين بيطلب من انه العميل او الشخص المريض يا يعمل تحليل يا يعمل اشعه يا يطلب ادويه، فبرضه يعني مقدم حتى التحاليل والاشعه والادويه دي موجوده ضمن الخدمات خدمات اللي بتقدمها فيزيتا، لانه العميل لما بيلاقي الدكتور اللي عايز يوصل له، الدكتور بيديله روشتة او بريسكريبشن، بيطلب منه انه يعمل حاجه من الثلاثه، يا يعمل تحاليل انفستيجيشن زياده، او يعمل اشعه، او اغلب الاحيان 80% او 90% من الاحيان بيديله روشته ادويه، انه لازم يطلب الادويه من الصيدليه. احنا بنسهل العلاقه ما بين انه نوصل العميل بمقدمي الخدمه. ازاي يعني؟ هل الروشته راحت اوتوماتيكلي مثلا لمعمل التحاليل، او هل التحاليل راحت اوتوماتيكلي للدكتور؟ ده بيحصل. البدايه بتبقى انه العميل عايز يعرف انا عندي سيمبتومز او عندي اعراض وعايز اروح لدكتور، اروح لاني دكتور؟ فهو انه بتواصل من خلال المنصه، انه بقول انا عندي الاعراض الفلانيه ومحتاج اروح لدكتور، المنصه بتقترح عدد من الدكاتره اللي في المنطقه اللي الشخص بيختارها عشان اقدر اخد ميعاد مع الدكتور. تاني حاجه المنصه بتعملها انها بتسهل الميعاد، انه بروح بستنى بيبقى عندي ميعاد محدد مع الدكتور، والدكتور عارف انا مين وايه الاعراض اللي عندي. شكرا جدا. لان ده سؤالي، هل ادينا معلومات للطرفين؟ يعني احنا ادينا معلومات للمريض عن الدكتور وعن التقييمات اللي قريناها عنه والتفاصيل دي، الدكتور كمان اخذ معلومات عن المريض؟ ولو اخذها منين؟ إيه المريض ديجة؟ المريض عنده حلين، يا ان هو بيابلود حاجات الورقيات اللي عنده او الهيستوري اللي عنده، او انه ملفه الطبي يبقى ابديتد. لما المريض بيروح للدكتور كذا مره، الدكتور بيقدر يحط دياجنوستيك او التعريف عن التشخيص عن المرض على الملف الطبي للمريض، بيحط كل الروشتات وكل الادويه وكل الحساسيه اللي عند المريض والكلام ده كله. فمن دكتور لدكتور الداتا دي او المعلومات دي ملك المريض. فهو المريض اللي بيتحرك بيها. لو انا رايح لدكتور الف وبعدين دكتور ب وبعدين دكتور جيم، دكتور جيم شاف اللي دكتور الف قاله، لو انا المريض اديت الحق للدكتور جيم انه يشوف ملفي الطبي. والدكاتره بيلتزموا بيحطوا المعلومات دي ولا لا؟ شويه يلتزموا، مش كده؟ لانه لو ما التزموش يبقى كل الخدمه اللطيفه المتسلسله دي ممكن تقف. هو ده التطور اللي بيحصل. الدكاتره لما يلاقوا انه ده بيسهل لهم عملهم، بيأثر له مده التشخيص، انه بدل ما يسال اسئله كتير عن الـ عن الـ عن الهيستوري، بيقدر يشخص الوضع الحالي وهو شايف الهيستوري وقراه قبل كده. ده انا عايزه اشاركك انه ده يعني حلم قومي، ان احنا يبقى كل المصريين عندنا داتا صحيه ليهم او بيانات صحيه ليهم. وهو ده اتجاه الدوله في نظام التامين الصحي الشامل. بالزبط. وما كان نظام التامين الصحي الشامل شويه شغالين مع الدوله ان احنا نقدم لهم الحلول التكنولوجيه دي، انه شويه يحصل تجارب ازاي ممكن الدكاتره والمرضى ومقدمي الخدمه المختلفين والممولين للخدمه زي يا اما هيئه التامين الصحي الشامل او شركات التامين، يقدروا من خلال المنصات الالكترونيه دي ان هم يتبادلوا المعلومات مع سريه المعلومات الطبيه، انه هي سريه المعلومات لازم المريض يسمح بيها. لازم المريض يسمح بيها، ولازم المريض يبقى بدل ما هو ماشي بملفات واشعه والكلام ده كله، تبقى كلها في الملف او التطبيق الطبي، وانه يقدر يسمح للدكتور الفلاني او الدكتور العلاني ان هو يطلع على ملفه الطبي بالحجز. ممكن ضمنيا يسمح للدكتور ان هو يطلع على ملفه الطبي عشان الدكتور ما يبقاش فيه تناقضات في التشخيصات ما بين الدكاتره، انه اخذنا راي والراي اللي قبلي قال ايه وهكذا. ودي الاستفاده في التكنولوجيا. التكنولوجيا مش بديل للعامل البشري، هي مسهل لرحله المريض، بتسهل التواصل مع الدكتور، بتسهل انه اوصل للدكتور اللي انا عايزه في الميعاد اللي انا عايزه بالتوقيت اللي انا عايزه، ما تهش وانا رايح فين، اعرف ايه تقييمات الناس التانية عن الدكتور ده. وبمناسبه التقييمات لازم اسالك على حاجه مهمه، لانه مفيش دكتور مثلا اشتكى لكم وليه ترتيبي اقل؟ طبعا
طبعا ليه الناس واخده تقييم اعلى وانا فين. وبنحاول نساعد الدكاتره انه ازاي يكسبوا تقييمات احسن. الخدمه الطبيه فيها تغيير من انها، وهقولها ويا ريت من الدكاتره ما يزعلوش مني، من انه الدكتور هو اللي في سنتر اوف اتنشن، انه بقى المريض او محور الاهتمام، هو محور الاهتمام. فالدكتور لازم يهتم بتفاصيل اخرى غير ان هو يعالج المريض، انه المريض يوصل ما يلاقيش زحمه، ما يلاقيش وقت انتظار كبير. كل وده يمكن التطوير اللي الناس مستنياه من الخدمه الطبيه، لان الخدمه الطبيه في مصر متميزه فعلا. احنا عندنا ثقه في الدكتور لكن زعلانين منه في حاجات، يعني واثقين فيه جدا انه شاطر بس عندنا مشاكل تانية. يمكن احنا يعني لو شبهتها عندنا محمد صلاح كتير جدا كدكاتره، عندنا اعظم دكاتره في الوطن العربي، بس المنظومه اللي حوالين الدكاتره محتاجه ان احنا نسهل لها العمل من خلال التكنولوجيا. فده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نخلق التسهيل في الجيرني او رحله المريض من اول ما بيحس انه عنده سيمتوم، او انه هو حتى لو ما عندوش اي اعراض ومحتاج يتابع صحته، لانه دي حاجه مهمه جدا ان احنا مفروض نتابع صحتنا بطريقه دوريه حتى لو ما عندناش اعراض، كوسيله ان احنا ما نعيش. فدي برضو حاجات تانية. ده حلو قوي. انا مدركه ان انتوا اكيد بتشتغلوا مع رؤيه الدوله، رؤيه 2030 اللي هي فعلا في نفس الاتجاه، لكن برضو بيفضل السؤال ده انه ازاي بتنسقوا. انتوا منصة إلكترونية خاصة ليها بياناتها وقاعدة بياناتها، هل نوع التعاون اللي ممكن يحصل بينك وبين الدولة أو بين المنصة الجديدة وبين الدولة يبقى شكله إزاي؟ انت عاوز إيه من الأجهزة الحكومية القائمة على قاعدة البيانات الأضخم، وانت كمان تقدر تقدم إيه؟ احنا كمنصة فيزيتا دلوقتي بنتعامل في 7 دول في المنطقة، ومصر هي أكبر دولة المنشأ، وبنتعاون مع الحكومات كلها، ودورنا ان احنا بنوصل المريض بمقدم الخدمه اللي هو حاليا في القطاع الخاص. لو هتكلم على رؤيه مصر 2030 والاتجاه الرائع اللي الدوله رايحاه في اتجاه التامين الصحي الشامل، دلوقتي بقى عندنا 3 هيئات: هيئه الرعايه الصحيه، هيئه التامين الصحي، وهيئه الرقابه والاعتماد. احنا بنتعاون مع ال3 هيئات الحقيقه. هيئه الرعايه الصحيه اللي هي مسؤوله عن تقديم الخدمه، بنحاول نساعدهم ان نديهم التكنولوجيا دي ليهم عشان يقدروا يستخدموها للمرضى اللي بيستخدموا مستشفيات وعيادات هيئه الرعايه الصحيه. 2، بنشتغل مع هيئه التامين الصحي الشامل اللي هي الممول او الباير لما بنقولها بالترمينولوجي، اللي بيدفع الخدمه ومهتم بالسلاسه ما بين انه بروح للقطاع الخاص او القطاع العام. فهيئه التامين الصحي بتشتغل مع القطاعين وعايزه تشتغل مع مقدمي الخدمه من القطاع الخاص، وده اللي بنحاول نسهله انه نخلق تطبيق او بلاتفورم تكنولوجيه بتقدر تربط كل العلاقات دي، ان انا بروح للدكتور، الدكتور بيقدر يحاسب الدوله على الفيزيتا لانه الشخص ما بيدفعش الدكتور في نظام التامين الصحي الشامل، وبعدين بيكتب روشتة او تشخيص، والروشتة دي لازم تبقى متشافه من الممول اللي هو هيئه التامين الصحي الشامل، وبعدين تروح للصيدليه، وبعدين تروح لمركز الاشعه. او ده حلم كبير، وده حلم وشغالين. في خلال كام سنه ممكن نوصل للنظام المتكامل ده اللي احنا عارفين ان هو مش اختراع، هو موجود في كتير من دول العالم، بس احنا يعني في مصر رايي ان الرؤيه رائعه، لانها بنامل ان نعمله على نطاق الدوله. نادرا جدا ما هو دول قدرت تنجح ان هو يبقى على نطاق الدوله، لكن عندنا انا شايف عزيمه رائعه من وزاره الصحه ومن الدوله ومن جميع اجهزه الدوله انه نقدر الخدمه دي تتقدم لكل المواطنين المصريين بسلاسه رائعه. فكره انه في دول زي استونيا بناخدها كمثل، دوله قدرت على نطاق الدوله انه يحصل الملف الطبي وانه يكون متشارك بكل عددهم كم مليون بقى؟ قليلين اكيد، بس محافظه عندنا تبقى قد دوله. لا بس يعني اللي احنا ماشيين بيه بخطوات ثابته، خطوه خطوه، حته حته، ما مش بنفتح الرول اوت او يعني ان احنا رايحين في بورسعيد الاول وبعدين السويس وبعدين اسماعيليه وبعدين الاقصر، ان احنا رايحين بخطوات ثابته وشويه شويه التكنولوجيا بتخش، ما بتخشش مره واحده. ما ينفعش في يوم وليله يحصل تغيير للنظام، لازم يحصل تغيير يعني مرحلي تقييم، لانه انا عارفه تقييم لكل مرحله، لانه الناس تتعود انها تستخدم التكنولوجيا، انه الدكاتره تتعود انها تستخدم نظام مختلف، انه الدوله تشتغل بنظام مختلف، انه المواطن يبقى عارف هو ايه دوره وايه مسؤولياته، انه ايه اللي من حقه دلوقتي انه ياخده ببلاش ومش محتاج يروح حته، انه المواطن ممكن يروح بعد كده، وده اللي هيئه التامين الصحي الشامل شغال عليه، انه تدخل القطاع الخاص من مقدمي خدمه، الدكاتره القطاع الخاص ومستشفيات القطاع الخاص، ازاي هم ممكن يخشوا جوه المنظومه ويقدموا الخدمه للمواطن ويحصل رقابه على الجوده والمعايير، انه ما يبقاش الجوده بتنزل لما الموضوع بيفتح. كل ده مهم، وده اللي بتيجي فيه دور
تطبيقات زي فيزيتا ان احنا نساعد الدوله بالتكنولوجيا المصريه اللي عملناها دلوقتي ويلون يعني مروجه في 7 دول حوالينا في افريقيا والشرق الاوسط، انه نقدر نساعد بيها الدوله المصريه انه نقدر نطبق اللي احنا بنعمله في القطاع الخاص مع على القطاع التامين الصحي الشامل. ولاننا بنتكلم عن المستقبل والرؤى القريبه والبعيده، كتير من الناس احنا عارفين انه النهارده موجود انه ممكن يحصل تشخيص طبي والتكنولوجيا تساعدنا في انه نوصل لتشخيص طبي. هل ده كمان ممكن يحصل بطريقه انه الانظمه او السيستمز تسال المريض شويه اسئله مبدئيه تاخد منه معلومات وبيانات؟ ده وارد انه يحصل حتى على السوفت وير تكنولوجي او على القطاع ده؟ لانه في دول كتير قوي اشتغلت على ده وفي يعني مستويات مختلفه من التقدم في ده، والتعريب بتاعه هو اللي صعب لانه الاسئله الطبيه صعبه جدا. وطبعا ده ما بيغنيش على الكشف الطبي الفيزيكال مع الدكتور، لكن بنسميها بالانجليزي سيمتوم تشيكرز اللي ممكن تساعد المريض في انه يتجه اتجاهات معينه. بس احنا ساعات ما بنبقاش عارفين اروح لدكتور مين بالظبط، يعني فانا حاسس بايه. في انظمه الكترونيه ابتدينا نطبقها في فيزيتا انها تسال اسئله معينه بتؤدي الى اتجاه معين ونسبه معينه، وليس النسبة 100%. التملي بتؤدي إلى أنت حاسس بوجع في صدرك بكذا كذا كذا، ده ممكن يؤدي إلى كذا، رأينا تستشير أخصائي كذا أو دكتور الأسرة بتاعك عشان تقدر كذا. فالسيمتم شاكرز بتتطور على مدار وفي العالم كله، وده شغل داتا كتيرة جدا، إن كل الردود اللي بتحصل في الأول لازم تتحط في يعني أنتوا بدأتوها؟ بدأناها فعلا. أنا بقالي كتير ما زرتش البلاتفورم. لا يعني لأنه ده مهم جدا إنه يساعد المريض يقرر يروح لدكتور يمين أو شمال. وفي الآخر بنشجع برضو إنه نسأل دكتور العيلة. حاجة منظومة الدولة بتحاول تزقها، فكرة الرعاية الأول ودكتور الأسرة أو طبيب الأسرة، إنه نسأل دكتور الأسرة نروح لمين، هو اللي ممكن يوجهنا بالملف الطبي، لا روح لدكتور عظام، لا روح لدكتور أعصاب، لا روح لدكتور عمود فقري وتخصص، أنت عندك وجع معين في كذا. ده اللي لازم شوية شوية نتعود عليه، إنه الخدمة بتتسهل لنا، مش إحنا بنتوه في وسط نروح لعشر دكاترة عشان نعرف إحنا عندنا إيه بالزبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس اللي بتعمل مجهودات عشان تسهل حياة الناس وتحديدا النهاردة في القطاع الطبي. حقيقي بشكرك، تعمل على كل المستويات بصراحة، شغل عالي. ميرسي يا دينا. ويفضل دايما كل التحية وكل التقدير لكل واحد فينا وحوالينا بيعمل شغل عالي.